المخاوف في الولايات المتحدة تتزايد، هذه المرة من تأثير التضليل الرقمي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية. القلق كذلك يتزايد من قدرة بعض الجهات الفاعلة على التأثير في مسار الديمقراطية الأمريكية، مع تراجع قدرة المؤسسات الإعلامية التقليدية والمجتمع المدني في مواجهة هذه التحديات كذلك. الباحث في مجال أبحاث الإعلام الرقمي أليكس كراسودومسكي أكد أن الانتخابات الأمريكية ستجري في أكثر بيئة معلومات ملوثة ومتدهورة بحد وصفه، كما حذر أليكس من حملة تضليل مدعومة من روسيا تهدف إلى التأثير على انتخابات نوفمبر المقبل، بالإضافة لاختراق إيراني مشتبه به لحملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بينما يقوم الحزبان الأمريكيان بتجربة استخدام الذكاء الاصطناعي في اتصالاتهما عبر الإنترنت.